ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن نوع نادر من انواع كلاب الرعاية، وهو كلب المرمة الايطالي. اولا تاريخ النوع، بتنحدر سلالته من ايطاليا، وبيرجع تاريخ السلالة لعصر المملكة الرومانية القديمة، ولذلك بيعتبر من اقدم انواع كلاب الرعاية. ثانيا شكل النوع، لونه دايما بيكون ابيض او كريمي، ودانه بتكون نازلة، فروته بتكون كثيفة وطبقتين. ارتفاع النوع بيتراوح من 60 لـ73 سنتي، وزنه بيتراوح من 30 لـ45 كيلو جرام. ثالثا استخدامات النوع، كان وما زال بيستخدم ككلب رعاية، من افضل انواع كلاب الرعاية في العالم. رابعا سلوك النوع، كلب هادي جدا ودود، عنده وفاء شديد لصاحبه، عنيد ومش سهل للتدريب، ولكنه شجاع جدا ودايما منتبه. خامسا رأيي الشخصي، البيئة المناسبة للمرمة هتكون مزرعة كبيرة فيها أغنام أو حتى فراخ وبط. كلب غير مناسب للعيشة جوه البيت، عايز مكان واسع يعيش فيه، وأهم ميزة فيه إنه بيستحمل الجو شديد البرودة. شكرا للمشاهدة، معكم فيديو، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.